إذن إحنا في المحاضرة الماضية شباب حذفنا الكولايدر اللي موجود على الجن وحاولنا إنه نشيل الكولايدر اللي موجود على البروجكتيل على القذيفة اللي إحنا بنتعامل معها، وكان في عندي فشل بحيث إنه القذيفة ما رح تتصادم مع أي عنصر موجود. النوت الأساسي، الجن ما في عليه كولايدر، والبروجكتيل أو الكانون بول القذيفة تاعتي لابد من وجود كولايدر عليها بحيث إنه تحقق التصادم اللي أنا فعلياً بحاجته. طيب نشوفها الآن الكود كيف ممكن إني أنا أستخدمه. طيب بس عندي سؤال، لما عملت هذه الطريقة بأسايمنت 4 كنت لما أضغط على المربع الكرة ما يعني تصادم الكرات ما تكون سريعة زي هيك عندها. مبدئيا يا جنى السؤال المهم انه هل انه الكرات انولدت؟ ثواني. صارت كرات. أجين يا جنى، الكرات إنه الكرات اللي أنت استخدمت الكود بنى البروجكتيل ونزلها؟ بناها. طيب هلأ عدد الكرات المبدئي اللي إحنا بنحكي عنه الآن بيختلف من السيتنج تاعت البرنامج الفريم ريت، لأنه العدد اللي أنا بظهر معاي هون لأنه الفريم ريت عندي عالي، عرفتي كيف؟ فالكرات بتنولد بعدد أكبر، يمكن الجهاز تاعك أقدم أو أبطأ فبكل فريم ريت أوطى، فبدل ما هو بير كليك عندي بطلع مثلاً 50 كانون بول ممكن عندك بطلع 4، فلأنه أصلاً الكود اعتمادية الكود اللي أنا كتبته لغاية اللحظة هاي في داخل فانكشن أبديت يتم تنفيذه بير فريم كل فريم، فممكن الفريم بيختلف عندك في السيتنج عن الفريم اللي أنا بستخدمه، لكن لقدام شوي راح تشوفي إنه لا أنا الموضوع الفريم هذا راح أستغني عنه وأصير أستخدم أسلوب آخر اللي هو السكند، فبصير الشغل موحد اللي بيننا. أوكي؟ تمام دكتور. تمام. الآن خليني أجري بعض التجارب أنا وإنت مع بعض بحيث إنه نشوف كيف أنا بدي أتحكم في موضوع الزمن وكيف بدي أتحكم أيضاً في اتجاه القذيفة. أول شيء بدنا نعرف إنه القذيفة اللي انولدت عندي أو اللي تم بنائها هي وين موجودة في الفاريابل اللي أنا سميته كلون اللي من نوع جيم أوبجكت اللي قام ببناء هاي القذيفة في نفس البوزيشن وفي نفس الروتيشن. الآن كيف بدي أقوم بتوجيه هاي القذيفة، يعني بدي أضربها للأمام. أول شغلة أو أول ملاحظة لازم ألاحظها إنه الأمام عندي في هذا العنصر أي محور زي ما أنت شايف معي. إحنا بالعادة نعتمد الإكس، لكن العنصر الموجود أمامي مين المحور اللي للأمام؟ طلع على المحاور شو لونه؟ زد. الزد. الزد موجب ولا سالب؟ سالب. موجب. موجب لان هاي البلاير وموجب للامام وسالب للخلف، فانت شكل المحاور له معنى وله دور. طيب نرجع للكود وخليني اكتب بعدين بشرح لك شو الهدف، او الهدف اني انا بدي اوجه هاي الكره. شوف السكريبت اللي خاص بتوجيهها ترانسفورم dot translate direction vector 3 وباخذ معي vector 3 ثلاث محاور اللي هم الاكس والواي و الزد. اوكي
هلأ مش هيك هذا الكود. الكود لازم أحكي له أنه يوجه القذيفة اللي مبنت فوق اللي هي كلون دوت ريجيد بادي دوت فيلوسيتي. فيلوسيتي يعني شباب سرعة تساوي كلون ريجيد بادي دوت فيلوسيتي وقيمة الأوبجكت اللي أنا بدي إياه. ثواني شباب. شباب معلش سوري. فكلون دوت ريجيد بادي دوت فيلوسيتي هي اللي راح تقوم بتوجيه القذيفة على محور الفيكتور 3000. يعني هون ما في وجهة لهاي القذيفة، يعني هي راح تحركها بس على اي محور احنا حكينا. شباب الزد، فهي الزد. تعال نجرب أنا وياك قيمة مثلاً 10. هاي كنترول أس. هذا السكريبت أكيد نازل على الجن تاعي هايو، وماخذ الكانون بول زي ما ركبناها المحاضرة الماضية. في عندي إيرور. خليني بس أعمل هاي هيك عشان نقرأ إحنا الإيرور، لأنه شاشة الشير ما عطيتني مغطي عليها. يشوف translate direction is not member of unity transform dot u mean translate. نشوف اي command. double click على line ما قرأتش. لما تي تكون capital دكتور. translate direction سطر 8 سطر 10 سطر 10 اعترض على ايش؟ على transform translate direction. تعال نشوف بس السبيلنج تاعها. transform مش dot translate، transform dot transform direction. هاي control s. نرجع نشيك مرة تانية. It's okay. Run للجيم. ونجرب نشوف شو التأثير اللي صار معنا هون على شاشة الرن. شوف هاي كليك. أول ملاحظة، هل إنه القذيفة تحركت معي بوجهة معينة؟ شباب صارت لوين؟ لقدام. للأمام. لقدام. طيب المشكلة الثانية إنه مش بعيد، يعني ما بتضرب بعيد، لأنه السرعة اللي أنا الفيلوسيتي اللي أنا حركت فيها حجمها قليل، فأنا بدل 10 راح أعمل مثلاً 25. طبعاً هذا الحكي مرفوض، لازم أعرف فاريبل وأستخدم وأستخدم هاي القيمة في داخل الفاريبل. نعمل رن للجيم ونشوف ال 25 تأثير ال 25 كيف صار. شوف هذول لأنه عليهم ريجيد بادي فتحركوا معي، فكانت قيمة ال 25 مناسبة جدا. الإشي اللي عليه ريجيد بادي بتأثر معي، والشيء اللي ما عليه ريجيد بادي ما راح يتحرك معي. فإذا ترانسفورم دوت ترانسفورم دايركشن اشتغلت معي، اللي هي أصلا وجدت. و نشوف الكود للريجيد بادي دوت فيلوسيتي الكلون اللي هي النسخة اللي انولدت عندي في الأعلى. حكيت له إنه هاي بدها تتحرك،
أوكي؟ وين بدها تتحرك على فيكتور 3 على محور الزد أكسس بقيمة 25. الآن راح أعدل وأشوف، راح أعرف فاريبل أسميه سبيد، شو نوعه؟ نوعه فلوت يساوي 25، وآجي هون بدل 25 أستخدم فاريبل سبيد. هاي الآن أنا هيك حليت مشكلة الدايركشن، حليت مشكلة الدايركشن واتجاه ضرب الكرة وقوة الاتجاه. طبعا أنا على إيش بعتمد؟ على إنه الكرة تنزل على الأرض، بعتمد على الجاذبية الأرضية، هي اللي راح تنزل الكرة على الأرض. أنا ما أنا بس بوجه الكرة، بوجه الكرة للأمام، وبترك خيار إنه الكرة تنزل على الأرض للجاذبية الأرضية، لأنه أصلا الكانون بول اللي أنا قمت ببنائها أضفت عليها خاصية الريجيد بادي، وهي اللي رح تنزل الكرة على الأرض. الآن بدي أشوف السؤال، وضيفت إيش؟ وضيفت الكود اللي كتبته بس يزيد السرعة ولا لا؟ لا، مش وظيفته يزيد السرعة. هذا الكود اللي أنا كتبته هون وظيفته توجيه الكرة للأمام، هيني شلته، توجيه الكرة للأمام. من شوي كان الكرة تنولد في مكانها، في نص البلان، في نص الكيوب. الكود اللي أنا كتبته خلى الكرة تطلع للأمام على محور الزد أكسس، يضرب الكرة على محور الزد أكسس. هاي هي وظيفة السكريبت اللاين الجديد اللي أنا قمت بإضافته، إنه الكرة اللي انولدت يضربها للأمام على محور الإكس أكس، على محور الزد أكسس بسرعة السبيد اللي هي 25 درجة. المعضلة الثانية اللي إحنا بدنا نحاول نحلها الآن، اللي هو العدد المهول، العدد المهول لهاي الكرات اللي بتطلع معاي بير كليك، بدي أحاول إني أنا أخففها. انت بتعرف اني انا في السكريبت هون مستخدم input.get button. طول ما اليوزر عامل كليك بالماوس على في الجيم، طول ما انه بيولد كرات. لكن لو استخدمت input.get up وجربناها سابقا، راح تشوف انه كل ثانية او كل كليك راح يقوم ببناء كرة واحدة، كل كليك، لأن استخدمت أب. شوف أنا بضلني أكبس بالماوس، أنا ما بدي أستخدم هذا الأسلوب، بدي أستخدم أسلوب متحكم به. كيف يعني أسلوب متحكم به؟ يعني أني أنا أحدد عدد القذائف اللي بدها تخرج معي بير كليك. كيف بدي أعمل هذا الكلام؟ رح أعرف مجموعة من المتغيرات، وتشوف اليوم أنت ليش أنا سابقاً استخدمت أو شرحت لك التايم دوت تايم اللي هو العداد اللي عملنا سابقا. اليوم راح تشعر بفائدته. راح اعرف كمان تو فاريبل. الفاريبل الاول راح اسميه نيكست فاير، نوعه فلوت وما راح اعطيه قيمه. وعندي فاريبل ثاني راح اسميه فاير ريت، كمان من نوع فلوت، وأعطيه قيمة مبدئية نص أو واحد. نجرب الآن. شو بدي أحكي؟ متى هو البلاير بضرب القذيفة؟ بس يضغط input.get button fire1، بنفذ اللي بين begin و end هذول اللي هون، بنفذ السطرين، الكرة بتنولد، وبعدين بضرب هاي الكرة اللي انولدت في اتجاه معين. هون بتصير عملية إطلاق القذيفة. الآن راح أضيف شرط جديد أحكي له، بس اليوزر يكبس فاير 1 اللي هي بتون 0 على الماوس and to and، أحكي له time أكبر من next فاير، ماشي؟ نيكست فاير، هاي هالنيكست فاير، اوكي؟ التايم دوت تايم اكبر من النيكست فاير، وفي الداخل احكي له
النكست فاير تساوي تايم دوت تايم زائد الفاير ريت. الفاير ريت هيني عرفتها هون قيمتها نص سيمي كولن. الإضافة هاي اللي احنا أضفناها ممنوع إنه القذيفة تنولد عندي أو إنه يقوم ببناء قذيفة إلا تنو اليوزر يعمل كليك على فاير 1، وأيضا أن يكون التايم دوت تايم أكبر من النكست فاير. تعال نجرب السكريبت وبعدين بنشرحه بشكل تفصيلي. هاي رن نشوف. أنا كابس بالماوس، ما شلت إصبعي عن الماوس. أوكي، فكانت النتيجة راضيين عن النتيجة. الآن إذا أنت شايف إنه الفاير ريت معدل الإطلاق بسيط، وين هو الكود على هاي على الجن؟ هاي الفاير ريت نص، هاي مثلا واحد ونص. نشوف شو بصير بس أرفع الفاير ريت. أنا كابس بالماوس، قديش بعمل تأخير؟ تقريبا ثانية ونص حتى تطلع القذيفة الثانية. طيب لو حكيت له الفاير ريت بوينت واحد، واحد بالعشرة، هاي سيف وهاي رن. شوف كل ما قل الفاير ريت كل ما كان سرعة بناء المقذوفات أكبر وأسرع. الآن تعال نناقش أنا وإنت الكود، تعال نناقش أنا وإنت الكود عشان تعرف إيش اللي بيصير معاي هون. بدنا نحكي إنه بلشت الجيم، بلشت الجيم واليوزر ما عمل ولا أي شيء. بلشت الجيم، الجيم كلها بتنتظر في إنه اليوزر يعمل كليك بالماوس. طيب الشرط المهم هون إنه التايم دوت تايم يكون أكبر من النكست فاير. طيب أول ما تبلش الجيم كم قيمة التايم دوت تايم بتكون؟ صفر. صفر. بعد الصفر شو بتصير؟ تتذكروا معي التايم دوت واحد اثنين ثلاثة. لا لا لا، مش واحد اثنين ثلاثة. التايم دوت تايم بتعد بالأعشار أو بالمئات الألوف، يعني بتعد أول رقم ممكن يكون صفر دوت صفر دوت صفر دوت صفر دوت واحد، لأنها بتعد بشكل خانات عشرية أو كسرية، فمش بالضرورة أنها تكون التايم دوت تايم واحد، لأنك شفت يوم ما طبعناها ما بلش العداد من واحد، بلش رقم كسري وبعدين صار واحد 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 بالعشرة وهكذا الأمر. بدي أفترض فرضية وهي ليست حقيقية، إنه التايم دوت تايم بيمشي كسور، بيمشي واحد بالعشرة، اثنين بالعشرة، ثلاثة بالعشرة، أربعة بالعشرة، لحد ما يصير واحد، واحد بالعشرة وهكذا الأمر. فرضية. الآن بحكي لك إنه لأول مرة أصلاً أنت شوف، أول ما بتشغل الجيم مسموح لك تضرب، هيا ضرب. أوكي، أول ما تشغل الجيم مسموح لك تضرب. خليني بس هاي أرجعها نص عشان تشوف نفس السكريبت اللي أنا عدلته. شوف بيتأخر معاي بين كل ضربة وضربة نص ثانية. طيب تعال نرجع للسكريبت. احنا فرضنا فرضية انه التايم دوت تايم بتمشي واحد بالعشرة. طيب ضربنا اول ضربة، لا تنسى انه التايم دوت تايم عبر الزمن قيمتها ايش مالها شباب؟ بتضلها تزيد، ما راح توقف التايم دوت تايم. طيب أول ما دخل بعد أول قذيفة تم بنائها، إجا حكى النكست فاير، النكست فاير اللي أنا ما أعطيتها قيمة شو تساوي؟ تايم دوت تايم زائد فاير ريت، تايم دوت تايم زائد فاير ريت. النكست فاير صار فيها تايم دوت تايم، الآن التايم دوت تايم هون واحد بالعشرة، لكن هذا زمن بيمشي، كم صارت قيمته؟ عبر الزمن، وحكينا أنه بيزيد واحد بالعشرة، بس وصلت هون في الوقت في الزمن صارت قيمته اثنين بالعشرة. اثنين بالعشرة زائد الفاير ريت كم قيمتها الفاير ريت؟ نص. اثنين بالعشرة زائد نص كم؟ سبعة بالعشرة. وضرب أول ضربة وطلع عبر الزمن،
عبر الزمن صارت الآن التايم دوت تايم 2 3 بالعشرة. هل الثلاث بالعشرة، هل الثلاث بالعشرة أكبر من السبعة بالعشرة اللي حسبتها آخر إشي؟ لا، فرح أستنى شوي. التايم دوت تايم بصير أربعة بالعشرة، أربعة بالعشرة أكبر من سبعة بالعشرة؟ لا، بستنى. خمسة، ستة، سبعة بالعشرة أكبر من سبعة بالعشرة؟ لا، بستنى لحد ما تصير التايم دوت تايم تمانية بالعشرة. تمانية بالعشرة أكبر من سبعة بالعشرة؟ آه، بفوت على الإف ستيتمنت. بعدين بتصير النكست فاير، هون كانت 8 بس في الزمن ما هي بتضلها تزيد، صارت 9. 9 بالعشرة زائد الفاير ريت 5 بالعشرة بتصير 1 و4 بالعشرة بيطلع برا. الواحد التايم دوت تايم آخر مرة كان 9 بالعشرة، التسعة بالعشرة أكبر من الواحد وأربعة بالعشرة؟ لا، فبرد بينتظر كمان مرة حتى تصير قيمة التايم دوت تايم اللي هو التايمر الأوتوماتيكلي أكبر من واحد وأربعة بالعشرة. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام إنه الفاير ريت هي معدل إطلاق القذائف أو المقذوفات، معدل إطلاق القذائف أو المقذوفات. أنا بس آجي أحكي له إنه زيد الفاير ريت على التايم دوت تايم، هذا الكلام معناه إنه سيتم تأخير كل فاير أو كل بروجكتل راح تطلع معي لمدة خمسة بالعشرة، خمس أجزاء من الثانية أو نص ثانية خلينا نحكي. فكل ما زادت قيمة الفاير ريت، كل ما كان بناء مقذوف راح يكون أبعد زمنيا من المقذوف اللي بعديه، وكل ما قلت الفاير ريت راح يكون سرعة القذائف وراء بعض بطريقة أسرع. أوكي، خلينا نجرب هذا السكريبت هسه مع بعض أنا وياكو على أجهزتكم، ولا تنسى تعريف الفاريبل اللي موجود في الأعلى. خلينا نجربه، خلينا أخذ منك فيدباك. يلا شباب، خلينا نجرب وتعطينه فيدباك. الله يرضى عليكم، بانتظار فيدباك منكم، نشوف انه السكريبت هذا مشي حاله ولا لا. هيك شباب احنا بنكون يعني اتحكمنا بالزمن بحيث انه يكون بناء ووجود المقذوفات او القذائف بتحكم فيه بعدد القذائف اللي مطلوبة مني عبر الزمن.
طبعا راح تشوف السكريبت اللي انا مطبقه في الفيديوهات اللي انا رافعها على الانترنت، يمكن يكون بيختلف الفيديوهات المصوره، وبرضو ارجع لها بتستفيد، برضو ارجع للفيديوهات المصوره بتستفيد منها. هذا من اهم المواضيع شباب اللي احنا بنتطرق لها خلال الفصل، اللي هو موضوع القذائف وكيفية التحكم بها. أنا هون اشتغلت على إشي صعب بصراحة، اللي هو الفيرست بيرسون كنترولر، بكون التعامل مع العناصر الجاهزة، دبابة أو واتيفر، شو اللي تانك اللي أنت بدك تستخدمه، بس بكون الموضوع أسهل ويستحق منك أنك تجربه على عناصر زي اللي احنا اشتغلنا عليها سابقا، أو زي اللي أنا مصور لك إياه في الفيديو الإضافي اللي نازل على منظومة التعليم الإلكتروني. معي شباب؟ معك دكتور. طيب خليني أكمل. شوفوا علي الآن، أنا في عندي مشكلة إنه هاي الكرات اللي أنا انولدت أو إنه أنا قمت ببنائها. ثواني يا جنى. مبين عندي الشين. شباب الشير مبين عندكم؟ على السكريبت. مبين دكتور. ايش اللي مبين، السكريبت ولا اليونيتي؟ سكريبت. طيب هيك تمام. تمام. انا مشكلتي دكتور، انا مشكلتي بهاي الكرات اللي انولدت او اللي انا قمت ببنائها، انه حتى لو انا ضربتها برا الستيج، حتى لو ضربتها برا الستيج راح تضلها محسوب علي في الهيراكري، رح تضلها موجودة هون للأبد. أنت ما بتتخيل الجيم وهي شغال إنه بدها تضلها هاي الكرات موجودة عندي على البروسيسر، في البروسيسر وفي الرام. فخلاصة الكلام إنه هاي الكرات اللي أنا قمت ببنائها لازم تختفي، يعني مش لازم تضلها عندي زي ما أنت شايف عندي هون البريفاب الكانون بول اللي أنا قمت باستخدامها، مش لازم تضلها ظاهرة معاي وموجودة عندي في الجيم. في عندي خيارين. الخيار الأول إني أنا أعمل تايمر عمر لهاي القذائف، وأحكي له مثلاً بعد ما القذيفة تنولد أو أنا أقوم ببنائها مثلاً بثانيتين تلتغي. هذا الحل الأول اللي هو حل التايمر. الحل الثاني اللي هو البروفيشنال أكثر، إنه أنا بحكي له بعد ما تتصادم الكرة في أي عنصر تختفي. هذا هو الحل البروفيشنال، إنه بعد ما تصادمت فيه أي عنصر على الستيج تختفي. مبدئياً خلينا نتعلم الدستروي على مستوى الزمن، ومن ثم نقوم بتطبيقه على مستوى أسماء العناصر اللي أنا بتعامل معها. لا في ريكوردينج. على كل راح ابني سكريبت 17 هلا ما في مشكله، واجي اشوف شو اللي راح اكتبه في سكريبت 17. هو فانكشن بسيط جدا اسمه destroy بين قوسين كلمه game object الـ O capital letter فاصلة
ثلاث هي سكند الزمن. هذا الكود بده يقوم بحذف مين؟ البروجكتل القذيفة، صح؟ مظبوط دكتور. مظبوط. طيب يعني هذا السكريبت، سكريبت 17 وين لازم ينزل؟ على القذيفة. الآن أنا في ترتيبي أنا للشغل تاعي عندي فولدر السكريبت هيو هون، وفي عندي الكانون بول برا، فكيف بدي أعمل دراج أند دروب؟ يعني بكون الموضوع شوي يعني بده شغل. لا ما بده شغل، تيجي بتعمل كليك على الكانون بول وبتنزل على الانسبكتور البروبرتيز بار تاعها اد كومبوننت، وباجي بحكي له في عندي فولدر اسمه سكريبت، ضيف لي منه سكريبت 17 اللي انا كتبته في النهايه. سكريبت 17 شو اللي مكتوب فيه؟ destroy game object after 3 seconds. خلينا نجرب نعمل رن للجيم ونشوف انه بعد 3 ثواني هل القذيفة بدها تلتغي معي أو لا. انتبه لها، أو خليني أرمي كمية كبيرة من القذائف وأحرك الفيرست بيرسون كنترولر، راح تشوف إنه هاي القذائف بعد 3 ثواني راح يعمل إلها destroy. برضو عينك وين؟ على الهيركري بار، وشوف إنه كل القذائف اللي أنا تم استخدامها تم حذفها من داخل الجيم تاعتي، وهذا اللي أنا بهمني إنه الإشي اللي ما بدي إياه يتم حذفه. الآن الدستروي اللي أنا قمت باستخدامها شباب بصراحة مش مشروطة، يعني هي فقط مشروطة بعمر القذيفة فقط لا غير، يعني مش مشروطة في حال حدث كذا يقوم بعمل دستروي. وهي الدستروي لا أخفيك علما بإمكانك تكتب الكود هذا، يعني مثلا وين دستروي سكريبت 17، يعني أنا لو نزلته على السفير بيشتغل عادي. شوف السفير الكبير بعد 3 ثواني حذف السفير، فهو يعتمد على الشيء اللي نازل عليه السكريبت، يعني بيحذف أو بيعمل destroy لأي game object السكريبت نازل عليه. الآن بدنا نحاول إنه نصيغ الموضوع ونشوف أنا كيف ممكن إني أنا أستخدم هذا الكود لمصلحتي. مبدئياً رح أرجع للكانون بول نفسها وسكريبت 17 اللي بيقوم بحذف العنصر عبر الزمن، أعمل له ريموف، هيك ما رح تلتغي معي الكرة، ورح أبني سكريبت جديد أشوف كيف أنا وإنت رح نعالج أو نعمل هاندلينج لموضوع عمر القذائف. هاي سكريبت 18. من المتعارف عليه شباب واللي احنا تعرفنا عليهم مجموعة من الفانكشن ستارت وابديت وان ماوس استخدمناها سابقا، اليوم راح تتعرف على فانكشن جديد اسمه فانكشن اون كوليجن انتر. كوليجن تصادم، يعني on collision enter. هذا الفانكشن باخذ باراميتر اسمه كوليجن، فاريبل اسمه كوليجن من نوع كوليجن، وزيه زي اي فانكشن اخر له begin وايضا له end. الان شو اللي بدي أعمله أنا؟ بدي أحكي له في حال حدوث تصادم شو يعمل؟ يعمل destroy للأوبجكت after 3 seconds. هون على سكريبت 17 كان بعد ما تنولد ب3 ثواني يعمل destroy للأوبجكت أو للجيم أوبجكت. الآن في سكريبت 18 متى راح يعمل destroy للجيم أوبجكت؟ في حال حدوث كوليجن، في حال on collision enter، في حال حدوث تصادم مع أي عنصر موجود على لبلا على الجيم. هاي كنترول اس، وهذا الكود قلبا وقالبا
راح نضيفه على الكانون بول كمان مرة، نرجع على الكانون بول و add component من folder script script 18 هايو هاي رن، نشوف انه اذا القذيفة هاي رميتها بالهواء شوف تعدت الثلاث ثواني وما التغت. طيب هون لانها ما تصادمت بشيء، طيب لو ضربتها على الكرة هاي، بس خليني اضربها في مكان بحيث انها تضلها عندي على الستيج، عمل لها دستروي. اطلع في عندي كرات هون ما عمل لها دستروي، ليش هدول ما عمل لهم دستروي شباب؟ لأنه ما صدمت بعنصر، لأنهم ما تصادموا ولا مع عنصر ولا مع أي عنصر، هذول الكرات اللي رميتهم بالهواء بعيد ما تصادموا لا مع بلان ولا مع كيوب ولا مع أي شيء. هذه الكرة اللي راحت هون لو مشيت وراها راح تشوف إنها راح تلتغي بعد ثلاث ثواني. فأصبح الآن موضوع اختفاء العنصر هو مشروط في حال حدوث كوليجن، يعني أول ما يصير تصادم ما بين الكانون بول وأي عنصر على الستيج بده يقوم بعملية إلغاء أو عمل دستروي لهذا الأوبجكت. المشكلة وين في هاي الكيس؟ المشكلة أني أنا مثلا ما بدي إياه يختفي مع البلان هاي، معلش بس أعدل على السكريبت شوي شباب عشان أفحص أنا وإنت أحكي له يلغي بعد نص ثانية عشان ألاحظ الفرق. الآن هو لو ضرب في البلان رح يلغي، لو ضرب بأي عنصر رح يلغي بعد نص ثانية. الآن بدي أعدل على السكريبت بجملة شرطية أحكي له إذا ضرب بأي شيء عدا البلان ما يلغي، يعني مسموح له يضرب بالبلان بس مش مسموح له ما يضرب بأي أوبجكت موجود على الستيج. تعال نشوف الكود شو بدي أحكي له. هذه المحاولة الأولى تاعتنا راح أضيفها هون وأوقفها وأرجع أشتغل هاي المحاولة الأولى. المحاولة الثانية في التعديل على الكود اللي هي كالآتي، شوف كيف بتنشغل. F F collagen 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 هاي اللي ما حد سأل عنها اللي هي هاي الفاريابل اللي هون، الفاريابل هاد برد علي باسم العنصر اللي تصادم أو صار معه عملية التصادم. بدي أحكي له F collagen dot transform dot name dot، انت بتعرف انه transform.name بتطبع لي او بتبين لي اسم العنصر، لا يساوي شو اسم القاعدة تاعتي انا هيها قاعدة الجيم هاي اللي اسمها ايش شباب؟ plan ال P capital letter، لا يساوي plan وهي begin وإند لمين؟ للإف ستيتمنت، مع إنها جملة شرطية واحدة فما في داعي لكن خليني أكتبها. أوكي؟ إف كولاجين دوت إذا كان اسمه مش بلان يعمل ديستروي، وإذا كان اسمه بلان راح يطلع برا الإف ستيتمنت وما راح يقوم بعمل ديستروي. نعمل الاختبار بشكل سريع جدا. على فكرة هو اختفى مش لأنه ضرب في البلان، هو اختفى لأنه مشي وضرب في البوكس البعيد، لكن هيو بعد نص ثانية ما اختفى. فالجملة الشرطية اللي أنا ضفتها صحيحة. بتحب تتأكد؟ بتحب تتأكد من الشغل تاعك؟ احكي له ما قبل ما يقوم بحذف العنصر يطبع لي اسمه، راح احكي له print dot collagen dot name print
بين قوسين اسم العنصر اللي هو مين؟ هاي كولاجين دوت ترانسفورم دوت نيم. هيك أنا طبعته، بس وين طبعته يا شباب؟ وين طبعته؟ طبعته على الكونسول. هاي كلير. شوف هنا في عندي warning إنه بحكي لي there are two audio listener، لأنه في عندي كاميرتين، لأنه في كاميرا في الفيرست بيرسون كنترولر وفي عندي المين كاميرا. وين هالمين كاميرا؟ وين احنا ركبنا المين كاميرا؟ هاي هالمين كاميرا بتاعت الفيرست بيرسون كنترولر، في كاميرا تانية هيها، هاي الكاميرا ما بدي اياها. هاي هاي رن، هاي كلير. الان راح يضرب، راح يطبع اسم العنصر اللي ضرب فيه. شو بيطبع لي شباب؟ طلع بعني سفير واحد. سفير واحد، تعني مشي لقدام شوي. هذا اللي هون كيوب، هذا اللي هون سفير تو، هاي اللي هون وول، ضربت في إشي اسمها وول. هاي لانسر، هاي الكرة اللي هون اسمها وول. فالآن صرت أنا أطبع، أستطيع طباعة على الكونسول اسم العنصر. بدك تكون متطور، لا تطبع على الكونسول، اطبع وين؟ على الجي يو آي. هاي هاي الكود سكريبت 18 بدل برنت على الكونسول. إيش اسمها هي؟ بس أتأكد من اسم الجي يو آي اللي موجودة عندي هون. جي يو آي 3، وينها جي يو آي 3 اللي هي بالنص؟ جي يو آي 3 اللي هي بالنص. بدي أحكي له جيم أوبجكت دوت فاين جي يو آي دوت تكست كذا كذا، اطبع لي فيها مين؟ اسم العنصر اللي تمت معه عملية التصادم. هاي رن للجيم. هاي طبع ايش؟ ليش طبع كانون بول؟ لانه ضربت كرتين ورا بعض وتصادموا التنتين مع بعض. سفير 1 هاي اللي هون لانسر، هذاك البعيد اسمه وول، وهكذا الامر. صرت انا استطيع اني اطبع اسماء العناصر اللي بيتصادم معها، تتصادم معها الكانون بول. لاحظ انه ما بطبع اسم البلان، لاني انا اصلا مستثني، لانه هو ممنوع انه يلغي الكانون بول الا في حال تصادم مع اي شيء عدا البلان. هلا بتضل عندي مشكلة الكرات هاي اللي بتضلها موجودة حتى لو ما تصادمت. فأنا إذا بدي أشتغل بشكل احترافي، مش أنا حكيت له if collision enter وكان اسمه بلان يقوم بعملية الحذف، الصحيح إني أنا أضيف جملة else، وهي begin و end عشان إذا دعت الحاجة لإضافة شروط أخرى. بدي أحكي له مثلاً destroy game object after مثلا 3 ثواني، مش dot فاصلة، after 3 second. هيك شو عملت أنا؟ حكيت له إذا تصادم مع أي عنصر أوكي يلغيه بعد نص ثانية، لكن إذا ما تصادم مع ولا أي عنصر بعد 3 ثواني يلغيه. لازم ألغيه لأنه في بعض العناصر بتضلها معي في الجيم. هاي بتضلها معي بالجيم اللي بضربها برا أنا وما بتتصادم، أنا ليش أخليها في الجيم؟ لازم إنه يرجع يفرغها، لازم إنه يعمل لها destroy حتى تطلع من الجيم تاعتي. after إحنا كم حطينا شباب الزمن؟ 3 ثواني. بس هو ما حذفها. ليش ما حذفها؟ لأنه كل الشغل اللي أنا كتبته هون
كله مشروط في ايش؟ مشروط في حدوث تصادم. فانا لو عملت تحت للبلان إلس برضو ايش ما راح يشطبه، لانه اصلا هذا الكود لن يتحقق ولن يتم تنفيذ محتوياته الا في حال حدوث تصادم، الا في حال حدوث تصادم. الان اللي انا بستخدمه او اللي انا بطوره لغايه اللحظه هاي اني انا بتحكم في نقاط التصادم من خلال الاسماء. يعني انا هون مسموح للبروجكتيل تاعتي انها تتصادم مع البلان وما تختفي، عدا ذلك راح يقوم بحذف هاي البروجكتيل. القوه وين شباب؟ مش معقول اني انا بعمل شوتينج جيم واحط في الجمله الشرطيه تاعتي اسماء كل العناصر اللي انا بدي الكره تختفي معها او القذيفه تضرب فيها وتختفي والقذيفه ما تضرب فيها وما تختفي. لذلك الامر الموضوع راح احكي عنه المحاضره القادمه، اللي هو كيف انا بدي اقوم بتعريف جروب. اقوم بتعريف جروب، اجي احكي هاي الجيم تاعتي فيها مثلا 40 50 الف عنصر، مثلا 50 عنصر 40 عنصر 1000 عنصر. باجي بحكي للقذيفه مسموح انها تختفي اذا ضربت في الكيوب والسفير، لكن اذا ضربت في اللانسر والوول والبلان ما تختفي. فأنا هدفي المحاضرة القادمة بناء جروب أخزن فيه، ما رح أخزن فيه، أأشر إنه أحكي الجروب الأول يحتوي على العناصر 1 2 3، والجروب الثاني يحتوي على العناصر 1 2. إذا الكرة تاعتي ضربت في اسم الجروب اللي محتوياته كذا ببطل بهمني محتوياته، بصير يهمني بس اسم الجروب. إذا ضربت في الجروب الفلاني تعمل اكشن معين، واذا ضربت في الجروب الفلاني تعمل اكشن معين. الان انا بسمي لك اياه جروب، لكن هو بصراحه مش جروب، هو يسمى في عالم اليونتي تاج، يعني زي الجروب شيء بيأشر على شيء. يعني جروب مثلا جروب A مسموح انه يعمل دستروي، وجروب B مش مسموح انه يعمل دستروي. هذا الموضوع باذن الله تعالى بنعالجه المحاضره القادمه، لكن ما بدي اعطيه اليوم لانه بصير عليك مجهود كبير. إنه إحنا طورنا على السكريبت، طورنا على السكريبت، وين راح؟ سكريبت 16، طورنا على السكريبت القذائف، وعالجنا فيه موضوع الزمن من خلال التايم دوت تايم، وأيضا حاولنا إنه نستفيد من خاصية الدستروي للجيم أوبجكت ستاند ألون لحالها في حذف العناصر، ومن ثم أيضا طورنا على الدستروي جيم أوبجكت، وحاولنا إنه نستغلها من خلال function in mouse collision enter، انه في حال حدوث تصادم فقط تتم عمليات العمليه التاليه اللي احنا استخدمناها لغايه الان هي الدستروي. ومن ثم طورنا على موضوع الانكولوجين انتر باستخدامي لاسم العناصر اللي تصادم معها او تصادمت معها القذيفه، واضيف عليها جمل شرطيه. وايضا رجعنا طبقنا موضوع الجيم اوبجكت فايند جي او اي تكست، بحيث اني انا اقوم بالطباعه عليه ما اقوم بالطباعه على الكونسول. هاي المواضيع شباب لابد انك ترجع تشتغلها وتتاكد من انها تشتغل معك بطريقه صحيحه وطريقه احترافيه. اوكي شباب، تمام. بتمنى من انكم تطبقوه، لانه المحاضره الجايه هي المحاضره الاخيره راح تكون لنا، عشان اذا في عندك اي مشكله اني احاول اساعدك فيها. بعد ذلك بصراحه ما رح يعني طولي بالك يا جماعة، بعد ذلك بكون التواصل معنا صعب، لانه الاسبوع اللي بعده هو راح يكون اسبوع الفاينل. اسال يا جماعة. راح تحكي لنا كيف امتحان الفاينل المحاضره الجايه ان شاء الله، لانه في اسلوب جديد، يعني في اسلوب راح نتبعه مختلف عن السنوات السابقه، فضروري الجميع يكون موجود معي المحاضره الجاي. وللي ما عنده نيه يحضر المحاضره الجاي هو حر، هو حر. بس بحب احكي انه لا تغيب على الفاينل، لانك اذا غبت على الفاينل يعني وضعك راح يكون جدا سيء. في حدا عنده سؤال شباب؟ تمام.
تمام، يعطيكم العافيه.